حاسه ان انا بتعرض على التحقيق. انا حاسه كده فجاه، انا حاسه ماشيين اي حاجه هقول لهم هند تقول مش عارفه. انا علا. ايوه علا عبد الصبور. ما انا صيدلانيه وام. مش انا بقيت ام؟ اسكتوا. تخيلوا. هي علا طبعا اتغيرت زي ما كل اللي اتفرجوا عليها كمان وحبوها اتغيروا، كبرت نضجت مش قوي برضو لان هي لسه فيها ربع طاير تماما، ودي اعتقد دي الحاجه اللي مخليه الناس بتحب علا، فده موجود في البحث عن علا. يعني هي التطور الطبيعي لعلا عبد الصبور. مبسوطه جدا جدا. ما تسوق اسرع شويه من كده يا هشام. يعني عادي، يعني مش انا مش ستريسد زيك. كله تحت السيطره. كمان العشر سنين اللي فاتت اتغير فيها حاجات كتيرة قوي، لأنه السوشيال ميديا، شكل البيوت اتغير، شكل العفش اتغير، شكل اللبس اتغير. ممكن يبقى اشتغلت وحققت، فممكن يبقى يعني المستوى عالي سنة، بس هي نفس الروح، هي نفس علا عبد الصبور، وعلشان كده احنا اخترنا ان احنا نكمل بالشخصية دي. دي القيامة قامت وبترقصوا كمان؟ بعمل معاها دور، يعني سرين اقرب واحده ليها في من صحابها، فكانت بالنسبه لي تجربه مختلفه وممتعه ان احنا عملنا، يعني ان انا اشتغلت معاها حاجتين والحاجتين كانوا حاجتين حلوين، وبالذات البحث عن علا. نسرين ومنتصر، يعني ندى وليسي، شخصيتين مش موجودين في عايزه اتجوز، فالتغيير كمان موجود في الشخصيات الرئيسيه اللي هم يعني ندى وليسي، اللي انا صراحه سعيده ومحظوظه ان انا اشتغلت معاهم. انا عملت اوديشن على الدور دوت وانا كنت في لبنان، وانا ما كنتش عارف البروجكت، بس انا يعني للوهله قلت دي اكيد حاجه مهمه، لان منتصر كمان منتصر مختلف جدا، منتش حد كده يعني حساس ومرهف. وعنده تالنت فظيعه ان هو بيعرف يميز اي روايح في الدنيا. منتصر كان بيعمل لي تركيبه بارفان مخصوص عشاني، عشان مش عاجباه الكولونيا اللي بحطها. اول ما عرفت الموضوع اتفاجئت جدا، وكنت مبسوط فوق ما تتخيلي ان انا فان اصلا اللي عايزه اتجوز. المختلف في علا ان احنا الموضوع بقى فيه انسانيات كتير قوي، وفي نفس الوقت فيه لايت كوميدي. انا عايز نطلق. موف اون يا ما. موف اون سهله هي اصلها. يو موف اون ازاي؟ بالصحبه الحلوه. ده والله انت عندك معادله شبه مستحيله. امشي ورا احساسي. يور جاد فيلينج. انا مش عارفه ليه الناس بتضايق انها بتزعل شويه وبتعيط شويه. ما هو ده طبيعي يعني، خلصوا الحاجات وبعدين نكمل. حاجه ثانيه اهم. بس احنا مش نكد. ربنا ما يكتبها على حد والله. ومفيش حاجه يا بنتي بتفضل على حالها. مفيش حاجه بتفضل على حالها.